قوية. من أكبر المشاكل اللي حاصلة في ركوب الخيل حاليا، هذا هي السبب الرئيسي أو السبب الرئيسي يتخرب الركوب أو ما تطور ركوب الشخص، هي التركيز على الجانب الشكلي أكثر من الجانب الفعلي أو النتائج. بمعنى أن الشخص يهمه هل يصرف على رأسه أو لا، هل قوس أو لا، هل فتح فمه أو لا، هل صر ذانه أو لا، هل غير أو حرك ذيله إلى أو لا، هل احتر أو لا، وقصع ذلك من الأمور الشكلية والنفسية. رغم أنه عنده مشاكل واضحة فيزيائية، خلني يقمص، خلني ينطلق، خلني يشنع، خلني يهرن، وهذه أشياء تدل على سوء الركوب. النتائج اللي الحصان يستغلها عليك كعسيف نجح فيها واستمر، أو حصان معسوف لفترة واستمر فيها إنه مخرب ومدرب خطأ، تدل على سوء الركوب. أي حصان مركوب أي طريقة ركوب صحيحة عادة النتائج تكون جيدة. كل ما كان طريقة الركوب خاطئة، كل ما الحصان عطاك نتائج سيئة، أكتب النتائج أشياء فيزيائية يستغلها الحصان عليك. لو كان شغلك خطأ كان ما سوى النتائج الجيدة هذه، لو كان شغلك صح كان ما سوى النتائج السيئة هذه. إذن دال ما أركز على الناحية الشكلية أو الناحية النفسية أضمن أن شغلي صح عن طريق النتائج. لو شغلي خطأ ليش الحصان ما يحرن ولا ينطلق ولا يكن ولا يقبط ولا يشنع ولا إلى آخره، وإن كان شغلي صح وراه في طبع انطلاق أو قمص أو حرن أو تشنيع إلى آخره. لو طبقت القاعدة دي بالفعل تطبيق منطقي اتضح لك أنك أولا ضمنت الشيء المطلوب اللي هو تبغى توازن على ظهر الحصان ما تطيح، عندك التحكم فيه. هذا ركوب الخيل، ركوب الخيل أنك تثبت نفسك على الحصان عن طريق أنك تتحكم فيه ثم توجه قدرات الحصان للغرض اللي أنت تبغاه، سباق، تحمل، قفز، أو ماضي معارك إلى آخره. إذا طالما أني نجحت في فعل ما أريده بالضبط، شرط أن الشيء ما يسوى إلا صح. مو يجيك واحد يقول قفزت، قفزت تقدر تسوي صح تقدر تسوي خطأ. خليت الحصان يقوم يسوي شنع تقدر تسوي صح تقدر تسوي خطأ. خليت الحصان ينسدح تقدر تسوي صح تقدر تسوي خطأ. في أمور ما يمكن تسويها صح. الحصان ما في طبع حرنة، ما في طبع انطلاق، ما في طبع روغان، ما في طبع قمص أو تشنيع. ما يستغل الحرارة عليك، ما يستغل الهدوء عليك، ما يتفلت، ما يكن. هذه أمور لا يمكن تتم بالكامل بالشكل المطلوب مع كل الخيل إلا شغلك صح. طالما اني جبتها شغلي صحيح، طالما اني ما جبتها شغلي خطا، فضمنت اني ماشي صح او خطا من خلال النتائج. لكن عندما تركز على الناحيه الشكليه والنفسيه قد تصيب قد تخيب. ممكن الحصان يعطيك الناحيه تبغاها شكليه ونفسيه وماخذ منك النتائج، وقت الجد ياخذ منك النتيجه وياخذ منك الشكل. الشكل اللي انت مركز عليه والنفسيه اللي انت مركز عليها راحت وطارت، ولا مخافه وجفن سوى عكس اللي انت تبغاه عاده، وفوق النتيجه ماخذها وقت السلم وخذاها زياده وقت الاختلاف. ايش استفدت؟ خير عند في الماضي ركوبهم ما عندهم مقاطع، ولا عندهم مثلا يشوفون نفسهم في ركوب مقاطع او فيديوهات وغيرها، وحتى مثلا مرايه عند العرب في الباديه وغيرها مثلا ما عندهم مرايه زي اوروبا يتفرج على نفسه في مرايه ولا في مكان مغلق في الصالات الملكيه في الماضي في القرون الوسطى وغيرها. فالطريقه الوحيده اللي معرفه الشغل الصح ولا النتائج، اتوقع عنتر يروح الخويه يقول ان الحصان مثلا مقوس تقويس خلف العمودي يا الهي تبا له، او الحصان رافع راسه زياده سنتيين يا الهي مستحيل. ركز على النتائج، يبغى يرد الحصان اذا حاول ينطلق هذا اللي يسوي في المعركه، يبغى يحرك الحصان لو احجم الحصان او حرن هذا اللي يبغى يسويه في المعركه، يبغى يثبت نفسه للحصان حاول يطيح هذا يبغى يسويه في المعركه وقت ذلك. هذا اللي خلاهم يجيبون النتائج المطلوبه، مما يعني ان الشكل والنفسيه جت بشكل طبيعي. هذا ذكرته سابقا، وما ادري ما اهتم في الناحيه النفسيه او الشكليه، ولكن الناحيه النفسيه والشكليه اللي اهتم فيها الطبيعيه اللي الحصان طبيعي يسويها. الناحيه النفسيه والشكليه اللي يدعى انها صحيحه عند اغلب طرق الركوب الصحيحه الاخرى مي بدقيقه، في نوع من الصحه لكن مي بدقيقه. يعني يرى ان رفع الراس خطا، نعم لو كان رفع الراس ساب العسر مما يعني ان الحصان بيستغل عليك، لكن الحصان رفع راسه باختياره دون ما اجبره وما استغل رفع الراس علي مو بخطا صح. بأدلة ذكرتها سابقا، هذا التقويس خلف العمودي، التقويس خلف العمودي خطا ان الحصان بيحمل اكتوف تصير قمصه ثقيله صعب ترده، طب لو الحصان حمل اكتوف وقوس التقويس خلف العمودي ووقف اصبعي ما عاد بخطا ميزه، ذكرتها بعده ادله سابقه. اذا من ضد الناحيه الشكليه، من ضد الناحيه النفسيه، لكن ضد انها تكون اهم من النتيجه. ثانيا ضد انها تكون مقياس حقيقي متكلف ضد طبيعه الحصان. الحصان سواها بشكل طبيعي دون ما اجبره، الدليل ان شغلي صح انه ما اشتغل عليك. الحصان سواها مني انا فرضتها عليه مو بطبيعي والدليل انه بيستغل عليك.